شاعر رقيق الحس انعرف على المنابر وانعرف من خلال قصايده المنشوره، الاستاذ جورج ابو انطون، اهلا وسهلا فيك. مساكي. بدايه بدي رحب فيك ببرنامجنا اليوم وبسرنا وجودك معنا بهالبرنامج. ولا شرف كبير لنا نحن انه نجي على تلفزيون لبنان. حسيت انا لما دخلت على التلفزيون اني انا داخل عبيتي، بدخل عبيتي بفرح قلبي كبير. نعم. وهالتلفزيون لنا حكاية عمر معه. أنا بلشت هون سنة 1959. نعم. كنا نقدم الحفلات على الهواء مباشر، كنا أربع جوقات زجلية، كنت أنا مع جوقة المنتخب الفني، طنس الحملاوي وعبد المنعم فقيه وعلى الحجل وعلى البك، وكان جوقة شحرور الوادي وجوقة الجبل بيرأسها خليل روكوز، جوقة زغلول الدمور. كنا أربع جوقات، كل أسبوع تقدم جوقة، ظلينا على أربع سنين أو خمس سنين. أبقى بحس أنا حسيت هلا أنا وطالع على الدرج إنه أنا جاي على بيتي. نعم. لأنه هون بنعتبره تلفزيون لبنان بيت الجميع وبيت الزجل اللبناني وبيت التراث اللبناني. أستاذ جورج، بصفتك شاعر زجلي عريق، شو فينا نقول عن وضع الزجل او الشعر الزجلي حاليا بهالايام؟ الزجل اللبناني الحقيقه بألف خير، والزجل بعده مستمر وفي ناس عم تسهر عليه. بحب انا هون اقول كلمه لشركه تلفزيون لبنان. تفضل. بقول لبنان يلي صار اسطوره، بلش بمقداد وبشختورة، يغزي الدنيا بالمعرفة والنور، ورسالته على الكون منشورة، وبعد الحضارة من جبيل النصور بحروف بالصوان محفورة، تكتب بتاريخ الشعوب سطور، تزرع مواسم عز منظورة. ويا شاشة العنا انحجبت شهور، وكنت بعيون الناس مشهورة، واليوم عدت واليوم عدت تفوحي بالبخور وتعطي، وكنت بعين الكل مشهورة، واليوم عدت تنفحي بخور وتوجهي كلمات مأسورة، بدنا تضلي مراية الجمهور، وبدنا تضلي تطلعي ونضل نطلع معك بالصوت والصورة. حلو كثير، هيدي القصيدة نظمتها حديثا للتلفزيون. هلا للتلفزيون، أنا بس طلعت قلت لازم أقول شيء بالتلفزيون، لأنه تلفزيون لبنان بعز علينا كثير. ونحن اللي بنغيب فترة صغيرة من الزمن حسينا انه غيب جزء من لبنان، لأنه بهمنا التلفزيون يستمر ويضل، ونحن على استعداد للتعاون. وهذا كلام عم بقوله باسم نائبة شعراء الزجل. وكنت سألتيني عن الزجل اللبناني بألف خير، لأنه في نائبة عم ترعاه. نحن هون بحب أقول بهذا المجال، نحن عم نعمل سهرات للزجل بهالضياع اللبناني. في صالونين عم بيقوموا بمقابلات، صالون الشاعر ويليام حصواني بالحدث كل يوم اثنين، وملكوت الشعر بعشقوت للشاعر رفيق روحانا كمان عم بيقدم كل يوم اثنين بالصيف مقابلات، حفلات زجلية. يعني الزجل اللبناني بألف خير. اليوم النقابة عم ترعى خمس مباريات بلبنان، مباراة بالجنوب، بالشمال، بالبقاع، بجبل لبنان، وأول مباراة رح تصير ببديدون بأربعة آب بين الشاعر موسى صغايب والشاعر طليق حمدان والشاعر علي الخداج والشاعر يزدغير، اللي من كبار شعراء لبنان، ورح ينقام بمحطة حمدون، ورح ينقام بالبقاع وبالجنوب. رح ينقام خمس مباريات للزجل، خمس مباريات للزجل. نعم. معناتها نحن بشكل دايم عم نسهر على الزجل
كنائب وغيرنا، وهالنقابة بتضم أكترية شعراء لبنان، وهالزجل بدنا نستمر فيه بالأفضل والأجمل والأحلى من الكلام ومن المواضيع الحلوة. نعم. إذا بدنا نرجع شوي لحديثك بالبداية عن بداياتك بالزجل وبأي سنة كيف بلشت، لما حكيت عن تلفزيون لبنان خبرنا شوي هيك مفصل أكثر كيف بلشت بالزجل. كمان قبل ما بلش بتاريخي بالزجل أنا الشخصي، ما بدي أنسى بالصحافة الزجلية في عنا الأدب الشعبي. نعم. كمان عم بساهم مثل النقابة الأدب الشعبي اللي صاحبه الأستاذ ميشيل القهوجي، وصوت الشاعر اللي صاحبه الأستاذ روبير خوري اللي عم برافق الزجل وتطورات الزجل. أنا بلشت بالزجل سنة 59. نعم. وكانت أول حفلة لإلي على التلفزيون. على تلفزيون لبنان. بيجي صديقي الله يرحمه طونس الحملاوي بيقول لي مطلوب منا حفلات بالتلفزيون لبنان، وأنا كان عمري بالعشرين سنة. جينا لهون على التلفزيون وهي من 40 سنة. كان إلي أول حفلة على الهواء. كنا نعمل الحفلة مدة ساعة. مباشر. هيدي بداية الزجل. وبعدين صرنا نعمل ندوات زجل بالإذاعة اللبنانية. وبعدين انطلقت مع جوقة منتقى الفني. وتنقلت بعدة جوقات مع كبار الشعراء. اشتركت بعدة مباريات بلمتين أول وثاني بآسيا البترون. كانت المباراة الكبيرة بالمدينة الرياضية كنا 16 شاعر اشتركنا فيها، كان في 100,000 شخص. تاريخنا كمان عملت 14 رحلة حول العالم، كنا عم نحضر رسالة زجلية للمغتربين. المغتربين كنا نطلع عليهم يحسوا مثل أيام الأعياد، كيف بيفرحوا بالعيد كان يفرحوا بجوء الزجل، لأنه نحن كنا سفراء كلمة. كنا نروح مش بغاية المادة، كنا نروح بغاية تشجيع المغترب على العودة إلى لبنان. كنا نروح على نضل إنه نذكره بأهله بوطنه بتراب أجداده. هذا كانت رسالتنا اللي نحن نروح من أجله على ديار التراب. كنا نلاقي كل ترحيب، كنا نلاقي كل محبة، وكنا نتجاوب مع اللبنانيين، وكانوا هنو يدوروا عرس بس بطل. طبعاً. كانت حفلتنا طبعاً. تنقلب من حفلة زجل إلى حفلة عرس دبكة وغنانة وهيصة، ما في حفلة تنحل قبل الصبح. كانوا يتفاعلوا كتير معكم بحفلة الزجل طبعاً. مغتربين بتذكروهم هيك بوطنهم وبأصالة هالوطن. أستاذ جورج، بمين من الشعراء تأثرت في بدايتك؟ لكن أنا شعراء الزجل الحقيقة كلهم أصدقائي وكلهم أحبابي. مثل ما قصايدي أنا عندي كتابين، ما بقدر أفرق قصيدي عن قصيدي. نعم. يعني قصايدي كلهم عزيزين على قلبي، كل وحدة وإلى مناسبة، كل وحدة وإلى وضعها الخاص. لهالسبب الشعراء الزجل أنا تأثرت فيهم كلهم، لأن تأثرت بالزجل كله. نعم. أنا بحب الزجل. ولما بتقول القصايد او الشعر الزجلي بترتجلوا او بتكون محضر قبل؟ يعني اذا طلبت منك مثلا هلا ترتجل شيء من وحي البرنامج او من وحي جلستنا، منقول ترتجل. والشاعر اللي بيكتب بيرتجل، واللي بيرتجل بيكتب. هاي كثير سؤال نحن بننسال عنه، ما في شاعر بيطلع على منبر الا بده يكون بيرتجل. طبعا في تفاوت بالارتجال بين شاعر اسرع من شاعر، شاعر اغنى شوي من شاعر، هالمره بتوفق هيدا اكثر من هيدا الثاني، بس بالنتيجه كله شعراء الزجل كلهم بيرتجلوا. بتاثر بالجو العام يمكن؟ هلا رح اقول لك انا يلي انعجنتي بمعجن المبدا الاصيل، صوت الوفاء من صوتك الدافن طلق، الله اعطاكي موجه الفكر النبيل، وباب الحلا والسحر من بعد غلا، تلبقلك البسمة اللي بتداوي العليل، تلبقلك النجمات بمحل الحلا، ما في حدا بيشوف وجهك هالجميل إلا ما بده يقول سبحان الخلق. شكرا، يسلم تمك على القصيدة الحلوة، هي ارتجالية هلا طلعت معك. شكرا. إذا بدنا شوي نقارن بين الزجل بهديك الأيام والزجل بهالأيام، شو فينا نقول عنهم؟ لك الزجل كان قديم
يمكن كانت الناس شوي ترددوا لأنه ما كان في التلفزيون، ما كان في سينما، ما كان في إلا الزجل والمسرح الزجلي، تلحق الناس تسمع ردة تحفظها ترددها. اليوم صار عصر التلفزيون والفيديو والسينما والطرب والمسارح، بس هواية الزجل بعدهم هواية الزجل. هذا الفرق بين الماضي واليوم. بينما الحقيقة شعر الماضي ما فيك تشيلي الشاعر من زمانه ومكانه. الشاعر اللي كان يغني بالأربعينات والخمسينات مش مثل شاعر اليوم. أكثر شعراء لبنان اليوم متعلمين وبيحكوا، بحطوا الثقافة، بحطوا العلم، بحطوا المواضيع البناءة. ونحن كثير هلا عم بالنقابة عم نركز على القصايد اللي بتحمل معاناة الشعب، بتحمل أوجاع الناس، بتحمل قضية الوطن. للحقيقة الشاعر لازم يكون رسول لبلده. هيدي عم نركز عليها، وكل شعراء المسرح عم بيركزوا على المواضيع الاجتماعية اللي بتهم الناس. وهيدي كتير بتهمنا نحن كنقابة. لأنه الشاعر يكون رسول، يكون مربي. ما يكون بس طالع على المنبر ليقرع رفيقه. لانه الزجل مش بس ردي بيردي، الزجل موهبه، الزجل عطاء، الزجل بحر واسع، الزجل فكر. هذا الزجل اللبناني. هل عم بتطالبوا كنقابه انه تعلموا الزجل او الشعر السوري بالمدارس؟ اي نعم، لطلاب المدارس. نحن عم نطالب النقابه، عم نطالب النقابه الدوله، ونوعدنا. ولهالسبب نحن بصدد انه نصدر كتاب، وهالكتاب يكون فيه اتفاق على اللغة السجلية. لانه واحد بيكتب سين نون تاء قصيرة، واحد تاني بيكتبها سين نون ياء. نحن بنعمل كتاب نتفق على الكلمة السجلية كيف تنكتب ونقدمها للدولة لتصدر هالمجموعات الشعرية يتعلموا الطلاب. صاروا الطلاب بالمدارس يتعلموا منها. نعم. وكمان انه عم نطالب الدولة مش بس بالهذا، عم نطالب الدولة بالضمان الاجتماعي للشعراء. لانه الشاعر عم بقضي حاله على المسرح، عم بيصال لابن 65 او 70، عم بلاقي حاله بدون عمل، عم بلاقي حاله بالنتيجة. بقول باحدى المناسبات انه كنا وعدنا بالضمان يصير ما بين فتح العين والغمضة، ونتحكم وما ندفع فواتير، ونقشع من سراج الوفا ومضى تير القرار، بيلزموا تحضير وبحث ودراسة وختم على الأمضى. ونحن عم نخاف وفزعنا كبير، يتوقع الأمضى من المسؤول من بعد ما أعمارنا تمضي. الله يطول عمرك. إذا بدي أسألك عن شيء قصيدة هيك كتبتها أو في بداياتك وما بتنساها أبدا، يعني بعدك بتتذكرها وبتحبها كثير، سمعنا إياها. أنا بحب هون، أنا عندي كتاب اسمه ورق العمر. نعم. بقول عن الشاعر، بقول الشاعر حلم هربان من تشرين، وجاي يطيقطف ورد من نوار، ويفصل فساتين للحلوين، ويلبس كمام الورود زرار. الشاعر نغم من عشتروت جبيل، دايب سحر عشفاف غنية، وجاي تيفلو الشعر عتم الليل عكتاف نجم من الإلوهية. الشاعر بوعي الفكر على الإلهام، الشاعر صلى عمزبح الكلمة، مثل النظر برافق الأيام، ومثل الشمع بنور الظلمة. الشاعر خلق من بحر كله دموع، عالجرح بيحنه. الشاعر إذا بيقشع طفل موجوع بيبكي شهر عنه. الشاعر بشيل الهم عن دربه وبيفلشه بدربه. الشاعر بشيل الجرح من قلبك وبيزرعه بقلبه. الشاعر قصيدة بألف لون ولون، فيها الحلا شاعر، وكل ثورة نجحت بهالكون في خلفها شاعر. حلو.
حلو كتير. امتى كتبت هالقصيدة؟ هيدي كتبتها بكتاب ورق العمر. نعم. اللي صدر لي من حوالي 6 7 اشهر. نعم. وكله عن شو مواضيعه الكتاب؟ بكتاب بيحمل مواضيع الشعر اللي فيه. الكتاب بيحمل اول شيء لبنانيات. نعم. بعدين وجدانيات، بعدين مناسبات اجتماعية، كلمات نحن قلناها باليونسكو بنسبة بيروت مدينة ثقافية، بيحمل عدة مواضيع. وهلأ أنا بروحي سلمت عليك وشفت النور بعينيك، كتابي وأوراقي صاروا أماني بين إيديك. رح أترك لك كتابي هلأ لما أنا بتركه. شكرا، شكرا لك. إذا بدنا نحكي شوي، حكينا عن ماضي الدجال وحكينا عن حاضره، إذا بدنا نحكي عن مستقبله، كيف بتشوف مستقبل الدجل؟ أنا شايف مستقبل الدجل هون. أنا بحب من خلال ومن عبر شاشة تلفزيون لبنان نقدم تحية كبيرة لفخامة الرئيس. نعم. إيميل لحود. طبعاً. اللي أعطى توجيهاته واهتمامه بالتراث اللبناني، أي بالدجل اللبناني. ومن خلال الاهتمام قدمنا 13 حلقة نحن. نعم. كمان ما نقدم كلمة شكر لوزارة الثقافة وعم تعطي لفتة كريمة للزجل ماديا ومعنويا. نعم. بهالطريقة الزجل بيقدر يكمل بالتعاون بكرة مع تلفزيون لبنان، نحن بنتعاون معه وهو بسهلنا الطريق، نقدر نكفي الرسالة الزجلية، لأنه لازم هذا الزجل يكون بكل بيت. نعم. يكون بقلب كل إنسان. هذا هل الوسائل اللي ونحن بنعتبر تلفزيون لبنان ابرز وسيله للدوري الزجلي. نعم. ومشواره الطويل. نعم. هل بالمستقبل يعني مفكرين بسفرات الى الخارج؟ نعم، نحن دويم عم رح ننظم السفرات. نعم. ورح ننظم الرحلات الزجليه، لانه لازم الاغتراب يتواصل مع لبنان المقيم لنقدر نحن نكمل مشوارنا الزجلي بكل قناعة. نعم. لأنه نعم. الزجل نحن بنعتبره رسالة. طبعاً. أكثر ما نكتبه قصيدة مكتوبة على ورقة. والزجل بده يكون رسالة، لازم يكون زجل شامل وزجل متنوع وزجل حاضر ينقال بكل المناسبات. نعم. ومعروف عن حضرتك إنه بعدة فرق شارك بعدة فرق. نعم. دجالية. هل بعدك فيهم هالفرق؟ لا، أنا حالياً عم بشتغل من خلال النقابة. نعم. من خلال نقابة الدجل. لأنه الفرق كان لنا عمر، ما الإنسان له عمره. وقت اللي كنا بعمر قادرين نطلع على المسرح ونسهر للصبح. نعم. ونتنقل من جو لجو ومن بلد لبلد، كنا نعطي. اليوم كبرت العائلة ونحن كبرنا. وهون بهالمناسبة بدي أقول لك انه نحن بلشنا بتاني 50. نعم. وراحوا الايام الحلوين، صرنا على نص المطلع، للفوق بنقدر نطلع وللخلف بنقدر نرجع، صرنا نبقبش تنقشع وصرنا شيء انه بنسمع، وصرنا ننام ونتوجع ونصلي طاق الله يعين. بلشنا بتاني 50. باول 50 عبرنا ومثل البدر تصورنا، وبجناح الفرحة طرنا. نعم. برملنا كتير وفرفرنا، والليلة حمرة صرنا، وبخمر الحب سكرنا، وهلا ساعة ما كبرنا تعبنا كتير وختيرنا، وصرنا من الماضي وصرنا نتعذب ونعد سنين. بلشنا بتاني 50. طول عمرك، برجع بقلك مرة تانية. أنا بدي أقفل أنا وياكي بقصيدة غزلية. تفضل. من نوع الشتوه. تفضل. إذا في مجال، ما في مجال. استاذ جورج، بدنا نتوقف نحن للحظات قليله لانه في عنا خبر مستعجل بدنا نمرقه للمشاهدين، وبنرجع بنكفي مع الدجل ومع القصائد. شكرا. كبيري، عوده لمتابعه برنامج من يوم ليوم ومع ضيفنا الشاعر جورج ابو انطون. استاذ جورج، كنا عم نحكي بحديثنا قبل الملحق عن قصائد الغزل، وكنت بدك تسمعنا قصيدة غزلية وختامها مسك مع الغزل. تفضل. سمعك قصيدة
من الغزل الشروقي، لقومي تنمشي سوا ما بين هالوديان، ونقطف ورود الصبا وننشد أغانينا، ونسكر بخمر الحلا ونسابق الغزلان، المطرح مكان القمر نوره يلاقينا. قومي تنطلع سوا عكتف هالبستان، المن عين كل البشر قادر يخبينا، وكل ما يحل العطش وكل ما يحل التعب، قلك انا عطشان مشي تنبرم سوا عنبع يروينا. وكل ما يجن الهوى وينقز الرمان، من البرد نقعد سوا ونفرك ايادينا، ونقول بلك الدفا بيحن على البردان، تنجوم ليل السهر ما يشمتوا فينا. وساعة ما كن الهوى وتغير العدان، سيطر علينا النعس وبأرض نغفينا، ولو ما تطل الشمس بحرام هالدفيان، وتفلش علينا الوعي من النوم موعي. كثير حلو، بسلم تمك. بالحقيقة كل القصايد اللي سمعناها اليوم جميلة جدا، ويعطيك ألف عافية. ونحن بهالقصيدة بنكون ختمنا لقائنا معك. شكرا، وبنتمنى لك التوفيق، وأهلا وسهلا فيك مرة. شكرا لك، وهذا كتابي أنا مثل ما وعدتي. شكرا. ميرسي.